هذه فاجعة ماشي أول فاجعة كنعيشوها كشعب مغربي كنحسوا بها لأن قضايا كثيرة حنا مازالين ما بنيناش دولة الحق والقانون ما بغاوش هاد المسؤولين يكونوا يعني مسؤولين على الأمن على احترام حقوق الإنسان وبأن أثمن شيء في هذا الوطن هو الإنسان. اليوم حنا كنشوفوا الشباب ديالنا اللي كيقاوم باش يربح القوت اليومي ديالو بعرق جبينو كيتم الاغتيال ديالو في عز الشباب حنا كنشعروا بالحقرة واحد الإهانة مزدوجة هادو ولادنا ولاو كيطحنوا مع الزبل هادشي ما تيقبلو حتى شي إنسان. الشعب المغربي الشعب واعي الشعب شجاع الشعب المغربي أجل المستعمر بقوة السلاح والشعب المغربي راه باقي كيقاوم باش يبني دولة الحق والقانون اللي تحقق فيها الكرامة للجميع وما يبقاوش الفوارق وما يبقاوش ولاد الفقراء كيتكرسوا هاد التكرفيصة. أولا بغينا نعلنوا على تضامننا الكامل مع الأسرة ومع الأم والأب والأسرة كاملة ديال الفقيد محسن فكري. أولا ثانيا بغينا نعبروا على الإدانة ديالنا لما وقع في الحسيمة واللي مشى ضحيته بدك الطريقة البشعة محسن فكري. ثالثا بغينا نأكدوا على أنه ضرورة الإسراع بالتحقيق فيما جرى وبإعلانه للعموم لأنه المغرب اليوم كله مفجوع. ومسألة رابعة وهي هذه مناسبة باش تعاد نهائيا من الجدر علاقة الإدارة بالمواطنين لأنه اللي كيسميو الناس الحقرة هو هذا هو أنه عدم اعتبار المواطن. هذه مناسبة باش يكون إلا بغينا حقيقة نفضيو مع هذه الدوائر هذه باش أنه تكون مراجعة جدرية وتكون يعني حقيقة إعمال لمفهوم المواطنة في الواجب وفي الحقوق كاملة. أما ما يجري الآن وماشي غير في هذا الحدث في حدث أخرى فهو مقلق وهو إن لم يتم تداركه سوف نمضي إلى يعني أوضاع لا تحمد عقبها.